فضيلة الشيخ، يقول السائل: أنا شاب قبل استقامتي لا أصوم بعد رمضان. أنا شاب قبل استقامتي قبل استقامتي استقامتي ولا استقالتي؟ لا، يقول استقامتي. استقالته من الوظيفة يعني؟ ها؟ لا، يقول استقامة. استقامتي، ها؟ نعم، يعني توبته. أي نعم. أي نعم. أسأل الله إليك. أنا يقول: أنا شاب قبل استقامتي لا أصوم بعد رمضان. بعض رمضان. أي. وكذلك الصلاة أتركها أحيانا، فهل علي قضاء هذه الأيام التي أفطرتها علما بأنها كثيرة وفيها مشقة؟ ما هو بالنظر إلى الكثرة والمشقة، النظر إلى وجود الصلاة. إذا كنت لا تحافظ على الصلاة، تترك بعض الصلوات، فأنت لست على الإسلام حتى لو صمت، صيامك غير صحيح، لأن من ترك الصلاة متعمدا فإنه يخرج من الإسلام. قوله صلى الله عليه وسلم: بين العبد وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. فإذا كنت تترك الصلاة ولو بعض الصلوات متعمدا فإن توبتك تكفي. إذا تبت توبة صحيحة، دخلت في الإسلام من جديد وتبت، تحافظ على الصلاة والصيام في المستقبل، أما ما مضى لا تقضيه لأنه راح مع الردة والعياذ بالله. نعم.